هذه الحلقه هي تعتمد على ديوي هو تصنيف عالمي لممكن اي رائد جاء داخلي ولا برا وكيف بالضبط هذا التصنيف هذا ممكن انه يدخل بلا ما يمشي عند محافظ ديال الرقيب ديال التيكون ويشتغل عليه الاجتماعي الثقافية على هامش فعاليات النسخة الثانية لربيع المسرح المنظم بمدينة تردنت. قام وفد من الفنانين المغاربة بزيارة لخزانة الحسن الثاني الخزانة البلدية حيث اطلع السادة الفنانون على مرافق خزانة من قاعة المطالعة وفضاء الخاص بالأطفال وبعد ذلك تم تنظيم استقبال رسمي للسادة أعضاء المجلس برئاسة السيد النائب رئيس المجلس المكلف بالشؤون الثقافية حيث تم تنظيم جلسة للسادة الفنانين من خلالها تم تبادل الكلمات بين المجلس والفنانين واختتمت هذه وقد انتهت الزيارة بتقديم هدية للسادة الفنانين من طرف جماعة تردنت عبارة عن ذاكرة مدينة تردنت التي تم إنجازه من طرف جماعة بالشراكة مع الفعاليات الثقافية والتاريخية بالمدينة. وبهذه المناسبة كنت نتقدم بالشكر الجزيل للسادة الفنانين وعلى رأسهم السيد محمد الجم والباقي الفنانين كل باسمه وصفته، كما نتمنى أن يكونوا سفراء لمدينة تردنت من خلال ما اطلعوا عليه سواء من خلال فعالية ربيع المسرح ثم كذلك زيارة المرافق التي زاروها. وشكرا لهم، كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر للجسم الإعلامي على العمل الكبير لكي يقوم به من أجل تسويق المدينة في أحسن الصور.